بالنسبة لصاحبة الله فريكوس، أنا كنرتاح نخدم معاه. هو أول شخص اللي غنقولو بيني في الساحة الفنية، يعني أول شخص غادي نتعامل معاه ملي كنت صغيرة. تقريبا أول فيلم غادي ندير معاه اللي هو فيلم ديال الطيابة في 2004، وكنرتاح في الخدمة معاه والحمد لله. يعني أي عمل دارك إلا وكيعيط ليا فيه، وكنشكرو بزاف من هذا المنبر ديالكم. بالنسبه للمخرجين الاخرين والمدن الاخرين اللي من غير اللي كنقولوا منحصرين في مدينه مراكش، بالنسبه للمدن الاخرين اللي بحال كازا الرباط اللي فيهم اللي كتكون فيهم الخدمه نيت كثيره، انا معلاش انا مستعده الا عيط لي شي حد نجي نخدم، علاش لا. ولكن لحد الان مازال ما تلقيتش شي دعوه من شي جهه. بيان سور انت ما كاين في هذا الدومين الا وكتعطيه من دمك، كتحاول تخرج اي حاجه غادي ديرها كتعطيها من لو فون ديالك، الا وكتحب هذا المجال هذا وهذا الدومين اللي هو ديال التمثيل. هي ضروريه من ديك الزبونيه واللي كنقولوا حنا، ضروري يكون باك صاحبي اللي كنقولوا. كيف ما كنقول واحد الجمله كنقول لك الا ما كانش جدك في المعروف ما غاديش تاكلو. سيستو هذا هو السبب، لانه انا مستعده من غدا الى عيط لي شي حد، انا اي مخرج غيعيط لي غادي نمشي نخدم معاه، وغيكون لي الشرف انني نشارك مع يعني مع منتجين اخرين ومع مخرجين اخرين ومع ممثلين اخرين، علاش لا، غيكون لي الشرف. تقريبا دابا مثلا هذا العمل فايت درنا ثلاثه الاعمال، راه درنا ربيبي مليونير، من وراه صورنا مول هوندا، ودابا عاوتاني يلاه صورنا 50-50 فيلم جديد، راه دابا في المونتاج. نقول لهم هما اللي مساندينني، هما اللي عاطيني الامل باش كنبقى مكافحه. كنقول لهم كنبغيكم، شكرا بزاف.